أول سر ديالك رئيس مقاطعة سوات؟ اليوم في حقيقة ما يمكن لي غير نكون سعيد بهذا المجلس المحترم اللي كيف ما قلت قبيلة أنه مجلس كيتوفر بكفاءات وناس عندهم تجربة عالية في التسيير ديال الشأن المحلي. اليوم منطقة ديال سباتة كنعرفوها جميعا منطقة مع كامل الأسف نقصها بزاف د الحوايج. احنا في إطار الحملة الانتخابية ديالنا كانت عندنا اتصالات كثيرة بالمواطنين وسمعنا للهموم ديالهم. اليوم كنقولوا بهذا المجلس البرنامج الوحيد اللي غيكون عند هذا المجلس هو خلق واحد نموذج تنموي خاص بالمنطقة اللي غيشتغل عليه جميع أعضاء المجلس. اليوم احنا بغينا من هذا المجلس ما يكونش مجلس فيه معارضة وأغلبية، يكون مجلس اللي فيه الناس اللي حاملين الهموم ديال المواطنين واللي واعيين بالثقة اللي دارها فيه المواطن، لأن هذاك التصويت ديال المواطن هو أمانة على كتافنا. اليوم أنا كنقول بأننا غنعملوا جميع المجهودات باش على الأقل نوفروا داك الشيء اللي كتطلب منه الساكنة، نديروا المجهود باش نوفروا المنتزهات ونديروا مجهود أنك الشباب كيعاني من النقص في لي تيران دو بروكسيميتي. هادو كنقولوا أبسط أشياء للعيش كيتفتقدها الساكنة. المجهودات اللي غنقوموا بها هي مجهودات اللي غادي تكون ديال الجميع. اليوم سباتة عطاتنا أعضاء في مجلس المدينة، عطاتنا عمدة ديال مجلس المدينة، عطاتنا ثلاثة ديال النواب برلمانيين، ما عندناش عذر لأن جميع الهياكل اللي يمكننا نخدموا بها الساكنة فهي بين إيدينا. إذا أتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، واللي يمكن لي نقول للساكنة أنهم ما غنبخلوش عليهم حتى بشي حاجة وغيلقاو التواجد ديالنا دائم في المنطقة وفي المقاطعة ديالنا طيلة هذه الولاية. سي توفيق، هذه ربما سباتة محظوظة لأن أول مرة العمدة تتكون تنتمي لهذ المنطقة، واش هذا ما تكونش واحد قيمة مضافة لهذه المقاطعة هذه؟ بالطبع قيمة مضافة، بالطبع قيمة مضافة، لأن كنعرفوا القيمة ديال مجلس المدينة في التشيير ديال الشأن المحلي. اليوم عندنا عمدة، عندنا أعضاء في مجلس المدينة، ما هي غير قيمة مضافة، يلا قلتها قيمة مضافة لأن غادي نحاولوا ندافعوا هاد الأعضاء اللي عندنا داخل المنطقة في مجلس المدينة، غادي نحاولوا ندافعوا عن المشاريع اللي غتبناها المقاطعة داخل مجلس المدينة باش يمكننا نجيبوا الإمكانيات وباش يمكن لنا نشتغلوا داخل المنطقة. صح، أنا قدمت الاستقالة ديالك من المكتب المسير تاع مجلس المدينة. أظن أنني اليوم غنقدم استقالة لأنني أنا من الناس اللي ما كيبغيش يجمع بالعدة ديال المناصب. أنا اليوم وعدت الناس ديال المنطقة خلال الحملة الانتخابية ديالي، وعدت الناس أنني غادي نكون عندي تواجد. ما يمكنش ليا وأنا نائب برلماني ونكون نائب في مجلس المدينة ونكون نائب، ما غنكون حتى في شي حاجة. فاخترت جلست مع راسي وقلت أنه غدا إلا نجحت في رئاسة المقاطعة المنصب اللي غنتخلى عليه هي النيابة ديال مكتب المسير في مجلس المدينة اللي غادي نحطها هاد العشية. أنا كانت وجهة ساكنة كنقول لهم أنا على قولكم غادي نحط النيابة داخل مجلس المدينة، بغيت نبقى عندي التواجد مع الناس اللي داروا فيا الثقة ديالهم والناس اللي صوتوا عليا في الانتخاب.